بس مين اللي ساب بصمه وترك يعني اثر في احمد نبيل كوك؟ والله هم كل الناس يعني اي حد بيجي يشتغل في النادي بيحاول يطور من كل الناس، بيحاول يطور من كل اللاعبين ويحاول يساعده يظهر بشكل كويس، عشان كل ده عشان الفريق الاول. لكن انا اشتغلت معاه فتره قليله جدا يعني كابتن ياسر رضوان من احسن الناس اللي انا اتعاملت معاه في حياتي، وهو اشتغل معايا فتره قليله جدا وممكن اقل المدربين اشتغلت معايا في الناشئين. لكن واحد من الناس اللي طورت مني جامد جدا بصراحه. لكن بصراحه يعني كل المدربين طوروا مني جامد يعني الحمد لله، كله بيشتغل في مصلحه النادي الاهلي يعني في الاول. اول مكافاه ليك في القطاع كانت كام او في النادي الاهلي عموما؟ كانت 50 جنيه اظن. 50 جنيه. كان عندك كام سنه وقتها؟ 7 سنين ولا كنت 8 سنين وقتها؟ كنت في السن ده 8 9 سنين كده. 8 سنين بقى ومعاك 50 جنيه بقى، و50 جنيه دول مبلغ، عملت بيهم ايه وقتها بقى؟ والله ما فاكر، بس يعني اي فلوس من النادي دي بتبقى حاجه يعني احنا كلعيبه بنبقى مبسوطين بيها، وكمان كنت لسه في سن صغير وكنت اول مره في حياتي اخد مكافاه بقى، كنت ملعب في مركز الشباب لسه. فكانت اكيد كانت حاجه بسطاني جدا يعني. طبعا يعني وانت في قطاع الناشئين اللحظه بقى اللي هتبدا تطلع فيها درجه اولى من اللحظات اللي انت عمرك ما تنساها طبعا، مين اللي بلغك الاول انك انت هتطلع مفروض بكره تتمرن مع الدرجه الاولى؟ اللي بلغني كابتن خالد بيبو طبعا يعني. كابتن خالد بيبو واحد من اللي فضل عليا كبير جدا بعد ربنا سبحانه وتعالى ان انا كنت موجود في الفريق الاول. وانا من اول موسم كنت بنكشه كده ان انا عايز اطلع الدرجه الاولى، والحمد لله يعني. كنت بتقول له ايه بقى؟ من اول يوم اول يوم جه فينا قلت له فيه اول يوم لسه بيقول بسم الله فينا، قلت له عايز اطلع الدرجه الاولى. فقال لي اشتغل، وبيني وبينك الملعب يعني كويس وماشي كويس، الدنيا تمام، اكيد فرصتك هتكون كبيره ان انت تطلع فوق. فالحمد لله يعني ان انا قدرت اعمل ده، وبصراحه يعني وفى يعني بوعده، وطبعا بشكره جدا يعني. عايز اكلمك في نقطه مهمه قبل ما اروح بقى برضه للكواليس. احمد نبيل كوكا في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي في مدارك كله في حياتك كلها بتتمرن او بتلعب ايه؟ مركز ستة هاف ديفندر زي عمرو السوليه وزي اليو ديانج، صح كده مظبوط؟ تمام. ما طلعت مع الفريق الاول لقيت نفسك في مركز تاني لاول مره تلعب في المركز ده باك ليفت، هل لعبت فيه في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي والمدربين لعبت، ولا كان دي اول مره تكون موجود فيه؟ دي كانت اول مره في حياتي ان انا اشارك في المركز ده. فالظروف حطتني في الموقف، وكان بالظبط موقف صعب وضغوط كبيره على ان انا اول مره كمان او تاني مره شارك بعد ماتش ابو قير اللي هو شاركته في مركزه. انا لسه هرجع اتكلم التفاصيل عن مشاركاتك دي كلها بالظبط، بس هو كان موقف صعب. الحمد لله ان انا ربنا كرمني فيه وقدرت اتعامل مع الموقف بطريقه كويسه. الجهاز كله اشتغل معايا ان انا اظهر بصوره كويسه جدا في المكان دوت. من التدريبات كل الناس كانت واقفه معايا، كل الناس كانت بتحاول تخليني اظهر بشكل كويس. الحمد لله يعني فضل ونعمه من ربنا ان انا ظهرت بشكل كويس يعني، وكنت قد المسؤوليه.